عندنا في الفقرة دي ملفات كبيرة جدا وعديدة جدا عن طبعا الدوريات الأوروبية وكمان خليجي 25 للي متابعها هنتكلم فيها، بس هنتكلم بالتفاصيل والكواليس وغيره. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الأستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا. صباح الفل، منور الدنيا. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. منور حركة. طبعا عندنا فعلا زي ما هوند بتقول اكتر من موضوع عايزين نتكلم مع حضرتك فيه، بس بما اننا يمكن يعني بطبيعه الحال يمكن نطول معاك شويه في الدوريات الاوروبيه، فاستاذنك نبتدي بخليجي 25. تمام. وفكره ان بعد 44 سنه بتعود العراق لتنظيم هذه البطوله، كيف رايت التنظيم؟ كيف رايت الفعاليات؟ كيف رايت المباريات حتى هذه اللحظه؟ وخصوصا في ضوء الامطار الغزيره اللي نتج عنها حاجات غير مسبوقه شفناها في ماتشات كتير الحقيقه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، عشان يعني هقول بس كلمه على خليجي في سطر ومش هنتكلم عليها تاني في الجزئيه دي، وهنتكلم كوره. الكره تصلح ما تفسده السياسه. حلو. بس خلاص. حلو. مش والله حلو يا سيدي. مش هنتكلم في تفاصيل هذه الجزئيه، نخش بقى في الكوره. الـ 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 العراق الكاسب او الفائز الاكبر من البطوله، حتى لو خسر البطوله مش مشكله، يعني حتى لو لمس البطوله هو الفائز الاكبر لاعتبارات كتيره جدا. عوده البطوله الى ارض الرافدين بعد 44 سنه زي ما حضرتك قلت. الاصرار العربي الخليجي من الثمان دول ان هم البطوله تقام، لان طبعا عماله تؤجل كتير في العراق تحديدا بسبب المشاكل بقى اللي احنا يعني ربنا ما يجيبها تاني في العراق، والحظر بتاع الفيفا وامور كتيره جدا كلها شككت حتى امنيا حتى قبل انطلاق البطوله يوم الجمعه. اول ما بدات كان حتى في تشكيك، لكن في النهايه اقيمت البطوله في مدينه البصره، ولو حتى مش في كل العراق ولكن في مدينه البصره، فده شيء كويس جدا. عجبني كمان وجود انفانتينو، مش عشان هو يعترف بيها، خلاص هو الموضوع منتهي، مفيش اعتراف ببطوله خليجي كبطوله رسميه، وهي في وجهه نظري بالمناسبه هي افضل بطوله وديه في العالم لانها منظمه وشيك وجوائزها كويسه. وايه المانع في ان يتم الاعتراف؟ لا ما ينفعش يعترف بيها. انا ضد الاعتراف. من باب العلم بالشيء. ليه من باب العلم بالشيء؟ لانه لو اعترف ببطوله خليجي، هو حتى كان في تصريح لبلاتر قال انا لو اعترفت قبل كده، يعني لو اعترفت ببطوله الخليجي اعترف ببطولات الشوارع في البرازيل، لان اي حد ببطولات الشوارع في البرازيل. لا هقول لحضرتك، هو صح. هقول لحضرتك ليه. النهارده في بطوله اسيا وبطوله مثلا افريقيا، لو هتاخد بطوله خليجي طب هنعترف بقى ببطوله العرب وبطوله شمال افريقيا وبطوله غرب افريقيا وبطوله غرب اسيا. يعني في اطر عامه يعني. لا لا لا، دي ضد بيعتبرها في الفيفا عنصريه. بمعنى ايه؟ هقول اقطع بس حاجه. لا انا معاك، انا باكد كلامك. هو الموضوع ملوش مقارنه، يعني هو كان ممكن يوضح بس ما يديش مثال بحواري. لا هو مش قصده الحواري، يعني هو قصده ايه؟ اي حد. حاجه محليه يعني. قصده ايه؟ يعني مثلا ايه، احنا هنعمل بطوله ايه للجماعه الغربيه؟ لا ده مش موجود. يعني هي في النهايه في اطر رسميه، لان هي بتبقى عنصريه شويه. ازاي؟ ان مثلا العرب عاملين بطوله، الخليج عامل بطوله، الشمال مش عارف عامل بطوله، في ما هو في بطوله شمال افريقيا شغاله بس مع بعضينا كده في الحب. يعني الموضوع ايه ودي بطوله اسيا وكده يعني. لا بطوله اسيا رسميه. اما انا بقول لك بطوله اسيا رسميه، لكن بطوله خليجي يعني. ده انتوا مع بعضكم كده بالحب، ثمان دول الخليجيين بتحبوا بعض بالحب كده. ممكن عشان يبقى منطقه الشرق الاوسط فيها تقسيمات واعتبارات كتير. هو في كل العالم كده، هتلاقي حتى في البرازيل البرازيل طبعا اكبر دوله في العالم بتحب كره القدم، والشوارع والحواري والمش عارف الشواطئ، فاي حد بيعمل بطوله فمع نفسك بقى، مع نفسك مع نفسك مع نفسك. خلي الفيفا عشان الرزنمه ما تتسعش قوي، فعشان كده مش عشان يعترف بيها. ارجع بقى للاستفاده ان هو مش موجود انفانتينو، مش عشان يعترف. لا انا عجبني تصريح انفانتينو ان هو هيبتدي يرفع الحظر عن ملاعب او الكره العراقيه، كره القدم العراقيه. كويس. شيئا فشيئا، فكويس فاستحقوا ذلك طبعا، فاستحقوا. فهي مكاسب كتيره جدا 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 تصب في صالح العراق في المقام الاول، عشان قلت الحراك هي الفائز الاكبر من البطوله حتى لو تنتفز بالبطوله. فنيا بقى نروح للفنيا، يعني بدات مؤخرا مثلا السعوديه وقطر بعد طبعا مشاركتهم في كاس العالم بداوا ما يهتموش قوي بالبطوله، لانها نرجع نقول ان هي وديه، فعشان كده شاركوا بالمنتخب الرديف والمنتخب الاولمبي. بس لها مشاهدات كتيره وكبيره طبعا. من كل الانحاء على فكره. يعني هي لها قيمتها. هي مونديال الخليج. مش هي مونديال الخليج. بالظبط. هي مونديال الخليج. مش كده، انا ما عجبنيش التقليل منها حتى لو منطقيه من وجهه نظر انفانتينو، بس انا مش حاسه التقليل ده. هو ما قللش، هو لا يعترف بيها بطوله رسميه.
انا معاك، ما انا معاك، بس هي منطقه هي برضو هم حتى الخليج خلاص الموضوع بالنسبه لهم مش هو دوله ما انت بتتكلم على منطقه الخليج ككل، وهيش منطقه صغيره ابدا يعني. هي كمان بطوله ما لهاش تصفيات يعني، هي هم الثمانيه هم اللي بيشاركوا، بيتقسم على مجموعتين، واذا حد فيهم غاب بيظبطوا يعني من غير. بس ده برضو ما يقللش ان هي بطوله كبيره بطولة جدا بطولة ولها كبيرة جماهيريه كبيره، لها جماهيريه بتقام يعني وسعداء بعودتها بعد 44 سنه. طبعا 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 انا يعني بطوله حلوه مش وحشه، بالعكس بطوله جميله. لكن كره القدم في الخليج بقت في اخر كام سنه كمان متطوره، هي اتطورت كتير كتير، اتطورت كتير. اشوف حركه العراق قطر نظمت ازاي، اشوف السعوديه عملت ايه، الموضوع عدى كتير يعني. فنرجع بقى فنيا حتى طبعا خلاص هو المربع الذهبي بقى العراق مع قطر ومع وعمان مع البحرين. من الجميل في الرباعي ده ان منهم ثلاثه اخر ابطال ثلاث بطولات، يعني البطوله الاخيره البحرين البطل، اللي قبليها عمان البطل، اللي قبليها قطر البطل. اخر ثلاث ابطال البطوله دي قطر ثم البحرين ثم عمان ثم البحرين، بالاضافه للعراق اللي هو البلد المنظم اللي ما خدهاش من سنه 88. عشان كده البطوله حلوه يعني، حتى اما تلاقي المواجهات بصراحه انا في وجهه نظري ناريه يعني. العراق مع قطر ماتش قوي جدا، انا ارشح قطر يعني، مش اتمنى لكن يعني اي حد يفوز ما يغنينيش، لكن ارشح قطر، عفوا ارشح العراق، العراق لانها اقوى. قطر صعدت بصعوبه لانها بتشارك بالمنتخب الاولمبي، صعدت بصعوبه لانها بتساوي حتى بهدف متاخر في ماتشها ضد الامارات، كان نفس الرصيد مع الكويت، وهي صعدت بفرق المواجهات المباشره يعني. مش يعني كتر خيرهم انها اصلا تاهل المنتخب يعني، ان هو تاهل. فالعراق بشكل كبير جدا بنسبه 90% في المباراه النهائيه، تبقى طبعا مواجهه ناريه جدا 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 ما بين البحرين وعمان الاخر بطلين للبطوله. البحرين داخل بيحافظ على لقبه ومعاه عامل مباريات حلوه، عمان في وجهه نظري برازيل الخليج بصراحه بيعمل كره هايله جدا، المستويات متقاربه، لا يمكن تقدر تقول مين يرجح كفه مين يعني، ما فيش حتى 51 49 العمليه 50 50. عشان كده بطوله الخليج بطوله حلوه، ملعب البصر وملعب الميناء في العراق بصراحه ملاعب كويسه جدا. موضوع المطر خلاص الله غالب بقى، نعمل فيه مطر الخير في حاجات مش بايدينا يعني، زحاليق يعني هودي. هم ما كانوش عاملين حسابهم في القصه دي، فكانت يعني ظهرت اكتر في تقريبا مباراه السعوديه، فكانت الموضوع كان صعب جدا أوي. لكن أوي. في النهايه يعني الحمد لله ربنا ربنا يكرمهم ويسترها، وان شاء الله تكمل على خير، ويوم الخميس يبقى في نهائي محترم ليبيا كاس خليج. ننقل بقى خلاص ونروح لاوروبا، نروح للتل وخلينا نتكلم شويه عن البريميوم ليج. وانا حزينه على ليفربول بصراحه والمستوى اللي هو واصل له هذا الموسم. صحيح. والواحد انا من الناس الجماهير اللي ابتديت على مصير محمد صلاح مع ليفربول، وايه الخطوه اللي المفروض تحصل بعد كده، وهل سيتم تغيير المدير الفني ام لا. ويعني عارف الناس كل التساؤلات اللي انا قلتها دي هتنزل تحت فكره ليفربول، وللاسف الشديد مش بس بالدول العربيه او الناس بس المصريين اللي عندهم تخوف، لا ده من كل انحاء العالم يعني. صحيح. تحديدا من بريميوم ليج. فايه الحكايه في ايه؟ قبل ما نتكلم بس على ليفربول لازم ندي الصداره حقها. ارسنال طبعا عامل موسم رائع جدا جدا رائع جدا، والنهارده العالم كله على موعد مع المتعه في مباراه ارسنال وتوتنهام. صح. حاجه يعني مباراه من للتاريخ يعني. يكفي ان اقول لحضرتك ان ارسنال لم يفوز على توتنهام من سنه 2017 في الملعب ده، في ملعب توتنهام. فمباراه رائعه جدا، ان فاز فيها ارسنال يبتعد اكتر واكتر. طبعا كنا على موعد برضو مع مباراه تاريخيه بالامس، ديربي مانشستر ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والسيتي تقدم وكل توقع انه يفوز، لكن الريمونتادا اللي عملها اليونايتد عمل ريمونتادا بالتعادل ثم الفوز. عندهم لاعب رائع جدا اسمه راشفورد لا يمكن ايقافه على حد قول تنهاج المدير الفني. بس ده كان متوقع اليونايتد على فكره، ما هوش في افضل حالاته برضو يعني. مان يونايتد انا كنت متوقع المان سيتي هيفوز، ما هو فاز اليونايتد. ما انا بقول لك انا كنت متوقع ان مان سيتي اللي هيفوز. احنا متوقعين السيتي يفوز، لكن هو روح الديربي خلت اليونايتد فاز. ليه بقى؟ وعمل عشان هو مغلوب منه في الدور الاولاني على ارضه 6-3، فبتبقى العمليه لا ده هو انا عايز ملوش علاقه بالدوري مشوه. وبالمناسبه كمان عزز موقفه، بقى الفرق نقطه واحده يعني، السيتي الثاني 39 واليونايتد الثالث 38، فانت قربت
كمان من المتقدم من المتصدر عفوا ارسنال، يعني 6 نقاط او 7 نقاط ممكن تفوز بالدوري. طبعا هو مستحيل هيحصل، هو مستحيل بس هو انت بتقربك. فلازم نقول بس الجماعه دول الاول، ونرجع بقى لليفربول اللي طبعا بس هنرجع تاني لليونايتد. انا عايز اتكلم وعايز اتكلم على مان سيتي بتفاصيل اكتر، بس خلينا نبدا بليفربول. تمام ليفربول طبعا بالشكل طبعا خلاص، هو حتى بقى محبيه او مشجعون عشان حتى خاطر محمد صلاح ما بقاش خلاص بقى الناس فقدت فيه الامل، يعني هو كتر خيره. طبعا هو مش هيهبط الحمد لله، صعب جدا يخش بالمنظر ده المربع الذهبي، نتمنى يدخل مربع الذهبي عشان بطوله دوري ابطال اوروبا بالزبط. لان هي الموضوع خلاص الدوري بقى بعيد جدا. طب رايح حضرتك ايه سبب التراجع؟ ايه السبب؟ هقول لحضرتك. هي الناس بتقعد تقول مثلا ساديو ماني، هو مش ساديو ماني لوحده، ساديو ماني لا مش ساديو ماني طبعا مش شخص، بس هي الفكره وجود ساديو ماني كانت الفريق كله كان كتله واحده، كان ساديو ماني صلاح فيرمينو. ساديو ماني مشي وفيرمينو مستواه هبط بشكل رهيب جدا، فبقى صلاح لوحده. الجماعه الجداد اللي هو زي نونيز مثلا، داروين نونيز لاعب رائع جدا وواعد وصاعد، ولكنه بيضيع فرص بشكل غريب جدا، لدرجه ان كان في كوميكس طالع في الصحافه الانجليزيه ان في واحد محكوم عليه بالاعدام هيضربوه برصاص، فقالوا لك طلب، قال لهم نونيز اللي يضرب عليا. يعني يا نهار ابيض وحشه قوي والله كاريكاتير موجود في الصحافه الانجليزيه، عجبني جدا. طب دي نلوم فيها اللاعب ولا نلوم فيها يورجن كلوب ونقول كفايه كده يورجن كلوب؟ لا مش كفايه، ده لاعب يعني. هو لاعب لسه صغير ولسه فيش الانسجام. ما هو دي لا انا بتكلم مش بس دي، كل اللي بيحصل. لا ما هو انا جاي بس الحركه في حته دي، بس نمسك حاجه داروين نونيز والجماعه الجداد لسه ما حصلش الانسجام، زاد اصابات كتيره جدا بصراحه هدت الفريق، اثرت عليه جدا. بالاضافه بقى يورجن كلوب عنده معضله السنه السابعه عنده في التدريب دايما بيخفق، حصل قبل كده ليه مع لايبزيج، وحصلت قبل كده مع دورتموند، حقق نجاحات وطفره، لكن في السنه السابعه الكيرف بينزل، نفس اللي حصل مع ليفربول. ده كده حاجه يعني التاريخ ملهاش خلاص ملهاش مفهوم دي. فهو انا شايف ان هو الجديد دي لازم يظبط نفسه على السنه السادسه ويوقف على كده. هو بالنسبه له يعمل عقد بسبع ست سنين وما يلعبش السبع، لان هو واضح ثالث مره بتحصل مع يورجن كلوب. يورجن كلوب حتى كان قال ان احنا ما عندناش مش هقدر اعمل حاجه اكتر من كده، حتى التعزيزات وما جابوا جاكوب اللي هو الهولندي مش هقدر نعمل اكتر من كده عشان الامور الماديه مش في صالحهم ان يعملوا حاجه زي ما يعملوا صفقات تاني. فواضح ان هو باللي معاه خلاص هو سلم. بص بقى الكعبلات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، وضع محمد صلاح ايه في رايك الفتره اللي جايه؟ وضع محمد صلاح للاسف هيبقى فردي مش اكتر من كده، يعني هو المفروض يلعب. يعني طبعا هو هيعمل ايه؟ انا شايفه امبارح قليل الحيله في وسط الفرقه، يعني مش عارف حتى يعمل حاجه، مش عارف مش بيخدموا عليه كويس. فيعني لو كان اللي يعني حصل ده لو بقي الوضع في ليفربول على ما هو عليه، هل تتوقع استمرار محمد صلاح مع لا لا يفكر في الرحيل لو استمر. ما هو لسه مجدد عقده. لو كان اللي حصل ده السنه اللي فاتت بالتاكيد ما كانش جد، لان هي العمليه طموحات. وبعدين دلوقتي في الوضع بقى اللي هو في الوضع ده طبعا الموضوع ما فيش كلام السنه دي، طبعا ممكن يبتدي يفكر من السنه الجايه لو كان في بقى ساعتها عروض، بس طبعا عروض بقى من انديه كبيره مش الدوري الانجليزي، لانه صعب جدا. طبعا حتى لو جاله حتى من السيتي طبعا لا الموضوع صعب شويه، لانه طبعا بقت محمد صلاح مع النادي ليفربول، لا مع مدينه ليفربول بقى حاله خاصه، الاغاني والاحتفال الخاص بيه، وعشان كده هو جدد شويه او جدد يعني كان جزء من الحاجات اللي خليته جدد ان هو بقى من اساطير المدينه وليس فقط النادي. فالموضوع بقى بالنسبه له صعب حتى في الدوري الانجليزي، حاجه كده اشبه لما رونالدو لما رجع وجاله السيتي فراح اليونايتد مش السيتي، لانه مرتبط بده مش بده. فهو بالنسبه له اذا كان بقى في عرض من الريال او برشلونه في الحاله دي طبعا لازم يمشي، يعني اذا كان في يقدر يسوي ده مع اداره نادي ليفربول لازم يمشي، بس يعني لو استمر الحال. ما هو ده السؤال، هو هيستمر يعني لو احنا اتكلمنا ان لعنه يورجن كلوب حقيقيه طب بعد السنه السابعه بيعود تاني الكيرف ما بيكملش يسيب الفريق كله خلاص ما فيش تمنه فهو ممكن الفريق مستواه يتحسن مع نهايه الموسم. خلي بالك هو لسه الفريق عنده ينقذ حاله بحاجه واحده بس، سيبك من الدوري الانجليزي خلاص، الشامبيونز ليج، وعنده مباراه ناريه مع ريال مدريد الاول في الانفيلد، وبعدين هيلعب الماتش الشهر الجاي في الانفيلد، وفي مارس في فكرك هيعملوا حاجه بالوضع المهترئ اللي هم فيه؟ ما احنا مش مستبشرين، بس هو عنده كمان روح الصقر من ريال مدريد، لانه واخد منه دور الابطال السنه اللي فاتت في النهائي. بس الصقر بيتحقق وانت عندك كروتك كلها كامله، ما فيش مشاكل. ممكن يبقى في حاله استنفار مع الفريق في دور الابطال، يعني بما انه تقريبا رمى المنديل في البريمير ليج فما عندوش الا الشامبيونز ليج، ممكن يعمل حاجه ولما لا. يعني هو ليفربول صعد النهائي
يعني في 30 سنه ما خدش الدوري الانجليزي الا مره واحده، وصعد نهائي دوري ابطال اوروبا 4 مرات، خد منهم مرتين، لا ده 5 مرات كمان، يعني مرتين قدام ميلان ومرتين قدام الريال خسرهم، وقدام ميلان فاز وخسر، وقدام توتنهام خسر، يعني 5 مرات نهائي شامبيونز ليج ولا يفوز بالدوري الانجليزي الا مره واحده. فهي العمليه ما لهاش علاقه قوي، يعني ممكن يكون خلاص هو الموضوع هنا صعب جدا، احنا يا دوب نحاول نخش المربع الذهبي، ومع ان الكلام لسه بدري واي حاجه وارده في الدوري الانجليزي، لكن ما بنتكلم بظروف الفريق، لكن عنده فرصه ان انقهر ريال مدريد، انقهر ريال مدريد يقدر يخش، لان هو طبعا فرصه فوز على ريال مدريد دلوقتي افضل مما بعد. اقصد بها ايه؟ ان انت لو قابلته في النهائي لا استحاله، في نصف النهائي استحاله، لكن في ربع النهائي والحاجات دي ممكن، ممكن تقدر تعمل حاجه مع الريال. لكن كل ما البطوله بتقرب الانديه الكبيره ما بتفرطش في البطوله، زي النادي الاهلي، يعني حتى كان في تصريح شهير لنبيل معلول قال لك انا اتمنى اقابل الاهلي في نصف النهائي، فالناس هاجت عليه قال يا جماعه انا عايز اقابله في نصف النهائي، ما قابلوش في النهائي، كل ما بيقرب كل ما بيقرب بيمسك في البطوله. هو ده اللي قصدي، انا مش عايز اقابله عشان فريق ضعيف، انتوا فاهمين غلط، كل ما يقرب هي كده. فهو نفس القصه طبعا ريال مدريد في اوروبا، ان هو كل ما يقرب البطوله لا ده بيبقى ريال مدريد بيبقى بيتعاملك اكتر طبعاً. فهو عنده فرصه انه ممكن يلحق يكسبه اذا كان ليفربول عايز يلحق موسمه، لانه ده الحاجه الوحيده اللي ممكن. هو طبعا خرج ما اعرفش من كاس المحترفين ده ولا الرابطه، والدوري الانجليزي صعب جدا، فما عندوش الا سامبو زيرك. اذا كان يعمل حاجه يقدر يفوز، لو هو حتى لو فاز على ريال مدريد معنويا هيكتسب الثقه ويقدر يكمل في البطوله، الله اعلم ايه اللي يحصل. مع نهايه الموسم هتتضح رؤيه تماما بالنسبه لليفربول، سواء مع يورجن كلوب، مع صلاح، مع الفريق نفسه. رائع جدا. ندخل على مان يونايتد. كويس طبعا، شفنا مباراه قويه جدا مع مان سيتي طبعا. وناس كتيره كنا احنا لسه بنتكلم احنا منهم توقعنا فوز السيتي ده طبعا. يعني بالورقه والقلم يقول لك فوز السيتي، بس انا سؤالي عن اليونايتد تحديدا، انا هتكلم عن ما قبل كريستيانو وما بعد. شوف لازم صح صح. بتشوف الاداء بنسبه كام تحسن او لم يتحسن او مستقر زي ما هو من وجهه نظرك؟ بنسبه 100% تحسن. ايه بقى القصه؟ هو كمان ما كانش بيشارك بشكل يعني اساسي، بس الوضع اتغير فعلا. لا هقول لحضرتك، لا تحرر من شخصية كريستيانو رونالدو. وجود نجم كبير زي رونالدو في الفرقة عامل عبء ان هو مش بيشارك، فالصحافة كلها رايحة له، والجماهير بتضغط والصحافة بتنتقد. يعني حتى في كأس العالم، مش هنقول بقى اليونايتد، اما شفت في لقطة شهيرة لما هو خرج من الملعب مش في الفريق الأساسي وجلس احتياطيا، كل وسائل الإعلام اتلفت حوالين الدكة وبصوره هو ما راحوش للفرقة، لان ده شئنا ما بينا ده نجم كبير جدا، فعشان كده كان عامل عبء على الفريق، ثقل على الفريق. ولو ما شاركش، طب ما بيشاركش ليه؟ قاعد على الدكه، طب قاعد ليه؟ زعلان، طب زعلان ليه؟ خرج من الماتش، خرج ليه؟ بص يمين، بص ليه؟ اصل هو دي ضربه النجوميه، هو نجم مش اي حد، هو اعلى نجم في العالم، يعني مش افضل، مش امهر نجم، لا هو اعلى ليه؟ اعلى نجم في العالم. فالموضوع بالنسبه له منتهي، راجل في 37 سنه وبيروح ب 200 مليون، اي عقل في ذلك يعني. فعشان كده هو تحرره من القصه دي خلاص، هو ما بقاش عندنا رونالدو. يعني الصحافه ثاني يوم الفريق يبقى مثلا كسبان 3 ولا 4 بتاع، رونالدو اتعشى في مش عارف مين، رونالدو لاعب ابنه، هي تخلص رونالدو. احنا ما التقيناش بحضرتك بعد اللي حصل مع كريستيانو رونالدو في الفتره الاخيره، وانتقاله لنادي النصر والاستقبال الاسطوري ليه. جنون، يعني جنون هاضم الحكايه. ده ما كانش استقبال رونالدو، كان افتتاح كاس العالم رونالدو في السعوديه، كان حاجه مبهره جدا يعني. طبعا يليق يستحقها، مش هنبخسوا حقه، لكن هي طبعا الصفقه دي نجاح بارع لنادي النصر. مش هقول بقى واحد يقول لي كان ممكن بالرقم ده يجيب، لا هو شوف الارقام اللي ارتفعت بتاع نادي النصر. الناس مستنيه ماتش النصر اللي هيجي يوم 21 عشان يشوفوا رونالدو. عدت 2.5 مليون حد عايزين يحجزوا تذاكر بالظبط. زائد يعني كان في لقطه شهيره، ما اعرفش في الدوري الانجليزي تقريبا، كان في ماتش في الدوري الانجليزي، الناس سابوا الماتش وقاعدين بيتفرجوا على التلفزيون على استقبال رونالدو، مش ماتش رونالدو. لا فهي هو خد العالم في الحته دي، ما هو خد هو العالم مشروع في الحتة دولة دي. مش نادي بالظبط، فهو هو مشروع وليس مجرد لاعب. هو اكيد مكسب من كل النواحي بالنسبه لنادي النصر. هو لا بالنسبه له، هو بقى لا هو لا. انا بالنسبه لي وجهه نظري لا. ليه؟ الشاب يذكر. شوف زين الدين زيدان وهو نجم كبير جدا في ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بعد ما خلص واعتزل في النادي ريال مدريد جات له عروض كتير جدا انه يلعب في الخليج وفي قطر وفي امريكا، كل ده رفضه لان هو انا كبير. حتى لما بدا يدرب ما دربش الا ريال مدريد، وعمل معاهم انجاز تاريخي لم يتكرر حتى الان، انه فاز بدوري ابطال اوروبا 3 سنين ورا بعض، 3 مرات ورا بعض. بعدها خلاص ساب الفرقه،
كان مستني منتخب فرنسا طبعا فيما لو كان اخفق، لكن منتخب فرنسا كمل ووصل النهائي وتم تجديد عقد ديدي ديشام، فخلاص ما بقاش في عنده طبعا. فبقى يعني بتجيله عروض بقى يدرب مش عارف، ما عندوش الكلام ده، هو لا يروح بقى يتدرب لا دورتموند ولا لايبزيج ولا مش عارف نيوكاسل، ما عندوش الكلام ده، مع انه بيجيله عروض. ده زيدان هو برده عينه على منتخب فرنسا، ده منتخب بلده الكبير، وعلى نادي ريال مدريد. بدا الكلام دلوقتي يتكلم ان انشيلوتي فريق ريال مدريد متذبذب، فممكن انشيلوتي يمشي هو موجود. فاذا هو فكر بالعقليه دي، انا كبير يدرب نادي ريال مدريد اكبر نادي في العالم، او منتخب فرنسا نادي منتخب كبير في العالم، خلاص انا عندي الفكره. كان يجب على رونالدو انه يعمل كده. انت النهارده نادي ريال مدريد ما كنتش مشيت منه، هنقول كان في خلافات مع بريز، خلاص اخرك اليوفنتوس او حتى اليونايتد وتعتزل. يعني انت السنه اللي فاتت في بدايه الموسم كان رونالدو بيحارب عشان يروح لفريق بيلعب دوري ابطال اوروبا، أيوه. راح فريق لا يلعب حتى دوري ابطال اسيا. ايوه لا اي عقل. هو البعض يعني بيراها يعني خلاص هو عايز نهايه تليق بيه، وفعلا السعوديه ادته هذا النهائي او دي زي ما بيتقال كده الصوره الحلوه اللي تليق بكريستيانو، لان هو لو كان هقول لحضرتك لو كان فلوس. اعتزل لو كان مش فلوس لو كان اعتزل بالوضع اللي كان مع اليونايتد فيه كانت هتبقى سيئه جدا جدا برضه، لا تليق. يعني لازم النهايه تليق بالبطل، النهايه كانت لا تليق بصراحه. لو تتفق يعني شايف ان دي النهايه لا تليق. لا لا هقول لحضرتك على حاجه، دي حاجه كره القدم الاوروبيه دي حاجه، واحنا مع بعضنا كده في الشرق الاوسط حاجه تانية خالص. احنا يعني عارفه الاهلي والترجي بعد الاوضاع السيئه اللي مع لا كان يتحسن فيها ويخرج من الباب. ما زيدان اعتزل وهو بطرد، بس زيدان ما كانش عنده بطرد. المشاكل اللي كانت عند كريستيانو لا ايا كان ايا كان. شوف كره القدم الاوروبيه دي حاجه، واحنا هنا مع بعضنا حاجه تانية خالص. كاس الخليج والدوري المصري والدوري التونسي والدوري السعودي كل دول يعني احنا على قد بعضينا كده. على ذكر مع بعضينا لازم تيجي تطورنا قريب ونقعد نفس القعده دي مع بعضينا ونكمل فيها الكلام لان الوقت خلص ان شاء الله. نتكلم عن اعتزال اللعيبه لان كلام كاس العالم اللي جاي فيه كتير هنفقدهم، فدي ممكن نبقى يعني فقره حلوه نعملها. شكرا لكم استاذ محسن جدا، نشكر حضراتكم اكيد انا وكريم على متابعتنا. هنروح فاصل وهنرجع مع فقره مسجله عملها كريم مع دكتور دينا ابو سعود. خليكم معانا.